يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يصب الرصاص على صحن فوق رأسه إنسان ويقول إنه مجرب أنه يدفع العين؟ هذا ما يعملونه دفع العين، هذا يعملونه السحر لنقض السحر. صب الرصاص يعمل لنقض السحر، لأنه يتبين الساحر عند ذلك، وهذا لا يجوز، هذا من عمل السحر، والسحر لا يحل بسحر مثله، ما يحل السحر بالسحر، هذا حرام. نعم.